إذا اليوم عم ناخذ very simple first order electrical system. First order, كم فولت بتوقع يكون لهذا السيستم؟ واحد. وعم ناخذ electrical system. Electrical system بسيط أخذتوه عدد من المرات مثل ما شفتوه من هيك اللي هو الـ RC circuit. إذا رح ناخذ RC circuit لازم أحدد لها input output. قبل ما أعمل transfer function إيش دائما لازم أكون عارف؟ لازم أكون أحدد شو input output. قبل ما أقول لك أول ما بحكي لك طلع لي transfer function شو السؤال مباشر لازم تسألني إياه؟ شو الـ output؟ ما لها معنى تقول لي هي بديت أنا أشتغل على transfer function وأنا مش عارف شو input output. إذا هون رح أفرض إنه عندي في input مفتي لاحظوا في كيف كتبتها upper case ولا lower case؟ lower case ليش؟ لأنها تايم دومين وهون كمان رح احط الاوتبوت دي. اذا هذا السيستم ممكن افكر فيه كانه بلوك والبلوك هذا كانه داخل له في انبوت اوف اس وطالع منه في اوتبوت اوف اس وهون في ترانسفير فانكشن جي اوف اس. لاحظوا لما حطيته بالاس دومين شو عملت الاحرف؟ كتبتهم كامل. اوكي اذا ممكن افكر فيه بنفس الطريقه هون في جي هون في عندي آه. شو بيهمني كمان لازم احكي عن الانيشال كونديشنز مش هيك؟ لانه لما بدي ابدا اعمل هلا احل السيستم هذا لازم احكي عن الانيشال كونديشنز. شو الانيشال كونديشن اللي بيهمني هون؟ رح اقول انه في اوتبوت اوف 0 بلس بتساوي 0 وعندي هون اي اوف تي. اذا خلينا نبدا هلا نكتب شو القانون رح نستخدم؟ رح نستخدم كي في ال. متذكرين كي في ال شو هو؟ كيرشوف فولتج لو. ايش هو الكيرشوف فولتج لو؟ اذا لفيت حوالين لوب كامل وسكرتها ورجعت للمكان رح تكون مجموع الفولتج زيرو. اذا خلينا نكتب هلا اذا الديفرنشال ايكويشنز اذا اول ديفرنشال ايكويشن رح نكتبها رح تكون مبنيه على كي في ال. رح امشي بهذا اللوب من هون لحد ما ارجع مره ثانيه. عندي هون في انبوت اوف تي مضبوط في انبوت اوف تي الفولتج من هون لهون رح يساوي الفولتج من هون لهون من هون لهون مظبوط. مش الفولتج من هون لهون هو نفسه الفولتج من هون لهون مظبوط. الفولتج من هون لهون هو في انبوت اوف تي. شو بيساوي؟ بيساوي الفولتج على ار مظبوط. اذا الفولتج على ار شو بيساوي؟ اي في ار. اذا اي اوف تي مضروب في ار زائد الفولتج تبع سي اللي هو نفسه في اوتبوت اوف تي. هاي اول ديفرنشال ايكويشن كتبتها. اوكي هلا انا العلاقه بدي اياها بين مين ومين؟ بين في اوتبوت. لمين بدي اتخلص منه؟ ما بدي اياه يكون في المعادله. الار الاي الار كونستنت ما فيها مشكله. الكونستنت ما فيش منه مشكله. اذا اي هلا خلينا نطلع على الكباستر. شو العلاقه بين الكباستر؟ واحد على السي في انتجريشن للدي. تمام ممتاز شكرا يا عطي. اذا عندي في للسي اوف تي الفولتج عبر الكباستر بيساوي واحد على سي تكامل من زيرو لتي وهون عندي اي رح احطها انا تاو هون في سبب رح حد بيعرف ليش حطيت هون تاو هون تي؟ اخذتوها بالكالكلس اندفنت انتجرال. على كل حال اذا ما فهمتوها من هون هون نستخدم عاده نفضل نستخدم هون فيريبل مختلف عن هذا الفيريبل. شو بحكي لي هذا بالكلمات عشان ما نضيعش في المعادلات نفهم فيزيكلي شو بنحكي عنه؟ ايش اللي عم نحكي عنه هون؟ شو هذا؟ ايش بتقول هاي المعادله؟ هاي معادله الكباستر. الفولتج للكباستر شو بيساوي؟ الشحنه مقسومه على سي مظبوط؟ هاي لو بدي ارجع معنا هون عمالي بقول انه في سي اوف تي بتساوي كيو سي اوف تي للشحنه على سي. متذكرين هاي المعادله طيب؟ هلا هاي شو بتشبه هاي؟ واحد على سي هيها واحد على سي مظبوط؟ اذا شو ضلت هاي شو هي عباره عن ايش؟ كيو سي اوف تي تكامل اي ولا كيو مش هيك؟ تخيلوا اي كانه مي عمالها بتنضخ في تانك وكيو هو الفوليوم اللي موجود في التانك. مش لو انا ضليت احسب كميه المي اللي عم بضخها وجمعتها بتعطيني بالنهايه الحجم. اذا كيو اوف سي كاني عمالي بقول هون انه كيو اوف سي الشحنه في الكباستر بتساوي التكامل من بدايه الزمن من زيرو لاي اوف تي او اي اوف تاو تي تاو كيو اوف سي. اذا هذا بفسر المعادله اللي موجوده هون مضبوط؟ اذا هاي المعادله رح اسميها اثنين. إذا عندي هاي المعادلة وهاي المعادلة، هاي المعادلة رح استخدمها حتى أتخلص من آي. لو أخذت مشتقة الانتجرال شو رح تعطيني؟ مشتقة الانتجرال آي رح ينضاف. إذا صار عندي هون دي على دي تي، وتذكر إنه في سي أوف تي شو بيساوي؟ هو نفسه في أو أوف تي نفسه بشكل هاي في سي أوف تي بيساوي في أو أوف تي. إذا هون رح يصير عندي دي
out of t بتساوي 1 على c في i of t. هي المعادلة الثالثة. هلا بدي اعوض الثالثة او خليني اعمل واحدة رابعة. هون i of t اذا شو بتساوي؟ بتساوي c مضروبة في مشتقة v out of t. بنحط اذا بدك تحطها v out dot اللي هي rate of change against time. ماشي هون هاي المعادلة مش أربعة بقدر اعوضها الآن في واحد. شو بحط محل i of t؟ C V out of T. فبصير عندي V input of T بتساوي محل I بحط C V out of T. وفي عندي R مش هيك؟ زائد V out of T. خمسة. شو هاي المعادلة؟ معادلة تفاضلية. معادلة تفاضلية. ايش درجتها؟ أولى. تمام أحسنت. أوكي. وهي فيها اللي بدي إياه. ليش فيها بدي اللي بدي إياه؟ فيها الـ R وفيها الـ M. زين ايش بقدر هلا اعمل؟ باخذ الترانسفير فانكشن. اذا الترانسفير فانكشن شو بتقول لي الان؟ في انبوت اوف تي شو راح تصير عندي؟ في اوف اس او في اي اوف اس بتساوي ار او سي كونستنت. طيب في اوت اوف اس في اوت اوف تي شو راح تصير؟ بس هيك اوف اس في اوت اوف اس. ولو بدي اكون دقيق شو لازم اعمل؟ في يو تي قبل ما اروح على في الثاني هاي هون شو لازم اذا بدي اكون دقيق؟ لا لا انتبهوا هاي لما انا باخذ اس بي او اس هذه ايش كمان لازم اطرح؟ ماينس في اوت اوف تي في اوت اوف زيرو مش هيك متذكرين؟ بس انا شو فرضت الانيشال كونديشن؟ زيرو فبقدر اعمل هاي بس عارف ممكن ما اقدر اعملها اذا كان الانيشال كونديشن مو زيرو وبعدين ايش باخذ؟ باخذ اس اذا هاي صارت يعني سته هلا شو بدي اطلع؟ انا بدي اطلع ترانسفير فانكشن مظبوط؟ اذا شو بدي اعمل؟ بدي احط في اوت كله على جهه وفي انبوت على جهه، اذا بقدر اطلع في اوت برا بصير عندي في انبوت اوف اس بيساوي في اوت اوف اس وجوا عندي ار سي اس زائد واحد. اذا من هون بقول انه جي اوف اس اللي هون بيساوي في اوت اوف اس على input of S ويساوي واحد على واحد زائد R C S. مظبوط؟ هيك؟ كل واضح؟ طيب ايش البول؟ كم بول اول شيء هاي لنا؟ واحد بول واحد مش هيك؟ فيرست اوردر. شو البول قيمته هذا؟ شو تعريف البول مرة ثانية؟ صفر المقام. قيمة S اللي بتخلي المقام صفر وبتخلي الفانكشن كلها انفينيتي، قديش قيمة S اللي بتخليها ماينس واحد على R C؟ إذا هذا السيستم فيه له بول واحد والبول هذا ليش حطيته على الجهة الشمال؟ لأنه ماينس وهذه هو واحد على ناس ماشي واضحة هاي النقطة هون؟ هلا إذا بدنا نطلع الريسبونس تبع هذا السيستم رح آخذ هلا هذه أحطها هون هذا اللي نسميه فيرست أوردر سيستم له تايم كونستنت قديش قيمة التايم كونستنت تبعه؟ R C. وإيش مدة R C؟ اسمه time constant. Seconds. ولذلك إذا بتجرب تضرب R في C ohms في إيش؟ إيش مدة C؟ فرد. فرد. لو ضربت ohms في فرد وبسطت الفرد اشتغلت في المبادئ وبسطت الفرد رح يرجع معك seconds. إذا هاي كانتها بالشكل التالي واحد زائد تاو S وتاو هي time constant تبع هذا السيستم. إذا هون راح أحط محل G of S. راح احط 1 على 1 زائد ار سي اس هذا اللي بدنا نطلعه بدنا نشوف لو انا دخلت على السيستم ستيب فانكشن في فولتس في يو اوف تي ايش الاوتبوت بيكون؟ راح امحي هذا كله من هون خلينا امحي اذا هذا الجزء اللي موجود اذا هذا السؤال اللي بنساله لو كان عندي هلا في انبوت اوف تي بيساوي في U of T. إيش معنى هذا؟ إيش معنى V U of T؟ Step function. Step function. إذا V وقيمة step function مش واحد زي ما عملنا في حالة السمع. إلها V volts. إذا شو وحدتها طبعا هاي لازم تكون؟ Volts. السؤال عم يقول V out of T إيش هو؟ Given إنه الـ initial condition V out of 0 plus يساوي 0. هذا هو السؤال. كيف تقترح الحل؟ كيف بدنا نحل؟ زي ما حللنا بالماس سبرينج دامبر شو بنعمل؟ بطلع الترانسفير فانكشن بدي اول شيء اطلع الترانسفير فانكشن بدي اطلع اللابلاس ترانسفورم تبعه
ايش اللابلاس ترانسفورم تبع في يو اوف تي؟ في على اس. في على اس تمام. طيب والترانسفورم فانكشن تبع السيستم نفسه هل عندي؟ هاي موجوده. اذا اللابلاس ترانسفورم تبع الاوتبوت شو بيساوي؟ ضرب اللابلاس ترانسفورم تبع الانبوت في الترانسفير فانكشن. اذا بصير عندي هون في اوت اوف اس بتساوي في على اس اللي هو الانبوت مضبوط مضروب في الترانسفير فانكشن تبع السيستم اللي هو ار سي اس. فهذا بيطلع معي في على اس في 1 زائد ار سي اس. هلا كيف بدي اكمل؟ شو لازم اعمل؟ حتى اطلع بدي اطلع الانفرس لابلاس ترانسفورم، بس هاي بقدرش اطلع مباشره الانفرس لابلاس ترانسفورم. شو بدي اعمل؟ بارشل فراكشن اكسبانشن. اذا هلا بدنا نعمل يوزنج بارشل فراكشنز او بارشل فراكشن expansion راح يصير عندي v out of s يساوي a على s زائد b على 1 زائد s r c مظبوط. راح نستعمل الريزيديو ميثود. اذا بتستعمل الريزيديو ميثود راح اختصرها شوي. اختصرها ولا احلها بالتفصيل؟ اذا اختصرناها راح يصير عندي هذه بتساوي v out of s بتساوي v على s minus v ار سي على 1 زائد اس ار سي. موجود على الموقع بنزلكم التفصيل، بس انتم المفروض لو وصلتوا لدرجه تعرفوا تحلوا بالريزيديو او بالطريقه اللي بتحبوها كيف تعملوا البارشل فراكشن اكسبانشن. اذا بقدر هون اطلع هلا في برا جوا رح يصير عندي 1 على اس ناقص. هلا انا هون بديش اطلع هذه ار سي وار سي، بقدر اقسم البسط والمقام على ار سي بصير مش بصير اقسم البسط على قيمه واقسم المقام على نفس القيمه بدون ما اغير قيمه الكوانتيتي، مش هيك مش مسموح لي اعمل هيك. اذا اقسم الفي اول شيء طلعت برا هيها، شو ضل عندي هون؟ ار سي. اذا قسمت البسط على ار سي شو بصير عندي؟ 1 على ار سي. اذا قسمت المقام على ار سي بصير 1 على ار سي زائد اس او اس زائد 1 على ار سي. ماشي الكل فاهم كيف وصلنا للنقطه هاي؟ هلا لما بعمل انفرس لابلاس ترانسفورم الفي مضروبه في كل شيء. ايش الانفرس لابلاس ترانسفورم لواحد على اس؟ يو اوف تي. وايش الانفرس لابلاس ترانسفورم لواحد على اس زائد واحد على ار سي؟ هاي كانها ان، مذكرين الان واحد على اس بلس اي. احنا قلنا واحد على اس بلس اي شو الانفرس لابلاس ترانسفورم؟ اي تو ذا ماينس اي تي في يو اوف تي، مش هيك؟ اذا راح يصير عندي النتيجه النهائيه راح يصير عندي في اوت اوف تي بتساوي طلع الفي برا طلع اليو اوف تي برا بضل عندي جوا واحد اللي هي هاي الناقص موجوده، هاي شكلها زي واحد على اس بلس اي بتصير اي تو ذا ماينس اي تي، بس اي شو قيمتها هون؟ ار سي. ار سي بتصير اي تو ذا ماينس تي على ار سي. بعد فتره طويله جدا ايش راح يصير في الكوانتيتي هاي لما تصير تي كبيره جدا؟ بتصير زيرو. شو بصير اذا الانبوت والاوتبوت؟ متساوي. مش هيك؟ بعد فتره طويله جدا راح يتساوي الانبوت مع الاوتبوت. إذا الريسبونس تبع هذا السيستم رح يكون شكله كالشكل التالي. رح يكون عندي الانبوت هو في فولت. لو أخذتها against time أي الزمن عندي هون التايم زيرو، هذا الانبوت اللي هو في انبوت اوف تي، وهذه هون في فولت، وهذا هون في بتساوي زيرو. الاوتبوت رح يكون بهذا الشكل اللي هو في اوت. كيف صار واحد ناقص اكسبوننشال بتاعه ناقص؟ هذا ايش ماله؟ ايش ماله؟ كيف صارت ناقص تاو؟ كيف صارت ماينس وكيف صارت واحد على ار سي؟ مش هيك سؤال؟ واحد ولا تاو؟ عفوا؟ هاي كيف صارت ماينس؟ لا لا هاي كيف صارت واحد؟ بس اكسبوننشال هاي، هذا كيف صار ماينس؟ لا فاهم ايش ماينس، بس هو واحد على ار سي ولا تاو على ار سي؟ لا هو تي على ار سي او تي في تاو، مش هيك؟ او تي في اي. شوف خذ هذا الشكل، شايف هذا الشكل واحد على اس بلس واحد على ار سي؟ حطهم هون بالشكل هذا هون. احنا بنقول ان الشكل هذا هون هو عباره عن واحد على اس زائد واحد على ار سي، مضبوط؟ هذا بدي اشبهه بالشكل اللي انا حافظه، شو الشكل اللي احنا حافظينه من الجداول؟ واحد على اس زائد اي. اذا احنا لما كانت واحد على اس زائد اي، ايش كان اللابلاس ترانسفورم تبعها يصير؟ يعني اذا اخذت هون هلا اللابلاس ترانسفورم شو راح تصير هاي؟ اي تو ذا ماينس اي تي، مضبوط؟ مش هيك هاي من الجدول؟ صحيح؟ اذا اي شو بتساوي؟ هون واحد على ار سي مش ار سي، واحد على ار سي. اذا هذا راح يصير اي والماينس هيدا بتصير نفس
نفسها محل الايه شو راح احط؟ واحد على اس. ما خربش بين التي والتي. الاسي صارت التام. فصارت تي على تام، تي على تام. طيب خلينا بس نحكي بس على السريع، يمكن انتم ماخذينه، ما بعرف اذا ماخذينه ولا لا. بعد one time constant قديش بتكون قيمة الاوتبوت كنسبة من النهائي؟ متذكرينها اخذتوها؟ او بعد خمس تايم كونستنت او بعد اربع تايم كونستنت ما اخذتوها؟ اخذتوها سيرو. طيب هلا خلينا نحكي على، خليني بس انهي هذا الفيديو.